ليك تعليق مش على قليل. دموع طاهر محمد طاهر؟ ده طبيعي، ده بالعكس يعني، انا يعني انا تعاطفت معاه يعني. انت عارف اما لعيب كده تحس ان هو ده انا قاعد، عيط لك عشان تحبني وتعاطف لا ما انا معايا. انت عارف انا يعني انت ما تعاطفش ما معايا. تعاطفش بسهوله، ما تعاطفش بسهوله، اعيط لك لا اهو. بس هو ايه، هو تحس اللعيب، لا برضو تحس ان دموع اللعيب دي دايما، انا بحب اللعيب اللي بيعمل كده. بس انت لا تلومنها الا نفسك، بتجيلك ماشي، ما انا بقول الفرص. لك، انا بقول لك انا كلاعب كشعوره ان هو كده، ده يبقى خدها. ما انا بقول لك عنده حمية يعني، وعنده عنده حميه ومش عارف ايه، مش مبلط في الخط. ما في لعيبه بتقعد ولا بتقعد مقضيها، ده في لعيبه بتقعد 3 4 سنين على الدكه وتروح نادي تاني وترجع لا، لكن ان هو برضو عايز يلعب. بس هو لكن انت برضو لازم يبقى برضو مقصر، باص، لا لازم تطور هيلعب، ادائك. هيلعب على مين؟ ما ما هو انت ممكن يلعب، خد بالك طاهر يا كابتن سيد لو تفتكر اول ما جه كولر كان في اعلى مستوى فاكر بالنسبه له، كان كان اساسي، ماشي بشكل كويس جدا. كان هو الاساسي اصلا، وكان ماشي بشكل بيلعب كويس. يمين وشمال كمان. هو بيحبه، هو لا بيحبه، ما مقتنع اقصدش بيه. دلوقتي هيلعب على طاهر، مين؟ هيلعب على لا كاو؟ ممكن تلعب على اي حد لو انت بتطور ادائك وبتشتغل، لكن طول ما انت محمل نفسك بص بص باحمال. يا بص دي انا بحس طاهر في بص الملعب يا استاذ شبان، كانه شايل استاذ احمال شبان، الدنيا على لا كتافه، لا ما لا اعرفش يباص الكوره. لا لا، اللي يبعد، اللي يبعد فرقه زي الاهلي عندها فرقتين، اللي هيبعد سنه هيكافئ عشان يرجع. صعبه العمليه، مش سهله. انت متخيل ان كهربا رجوعه سهله؟ ما انت قلت برضو مظبوط، مش سهل. يعني انت وقلت يا جماعه، انا قلت والناس زعلت مني لما قلت قصه ان فرح ومش فرح، دي مش الكوره. الراجل سابه وسابه، عمل له فخ، عايز تروح روح. فانت دلوقتي مع طال وساعده كمان ان وسام ضرب على بس طول، وان ما هي مودست الكوره بدأ كده، يرجع. ما هي ومودست ابنه هو اللي جايبه، فانت العمليه بتصعب. ابو مودست، ما انا ما ابو يفاضل ده مودست، كمان الكهرباء اللي بيقول له ما يفاضل. ابو مودست، ما هو كان بيقول لي بتوع الزمالك ابويا، ما كان ده كان قاعد على طول قدامي، ابويا ابويا، ما ابويا دي ما تطمنش، ابويا دي ما تطمنش قدامي والله، ابويا ابويا. فابويا مش شرط حكايه ابويا وفزر والكلام ده، لكن هي العمليه صعبت على كهربا. لك هتنافس، هتشوف بقى الظروف ومين اللي هيلعب. لكن وسام النهارده اكبر مكسب للاهلي النهارده وسام. سيبك من الماتش، سيبك من التفاصيل او الكلام ده، انت بقالك 3 سنين بتدور على وسام ده. كابتن خالد بيبو رد عليك لقيته معايا على موضوع اكرم توفيق، ايه قال لك يا جماعه انا لما بقرا الحاجات دي او بسمع الحاجات دي اللي هي مش ايه؟ مصدق ليه ايه؟ ان الاهلي بيفكر يمشي اكرم توفيق. قال لي هذا الكلام عار تمام من الصحه، لا هو ولا خطر رد على عليا بالنا. ولا ايه؟ لا ما كانش مرشد ده خضر، كابتن بشير، اللي بشير التابع اللي بيقول. لا مش انت، ما انت او بالحلقه بتاعتك. لا لا ما لا انا بقول، لكن انا بقول انه واضح ان الراجل مش مقتنع بيه. لا هو انا ما قلتش بيقول، هيمشي. هو بيقول ان اكرم لم يخطر على بال حد في الاهلي، وانا بقول اهو، حتى انا اكدت عليه قلت له قول كده بشكل، انت مدير الكوره عشان يبقى كلامك ده انت الفصل. طب هو انت مدير الكوره هيقول انا عايز امشي لعيب في نص الموسم؟ لا لكن يقدر حتى لا يقول، انا بقول حتى لو يقدر يقول مش هنتكلم في الموضوع ده دلوقتي، لا هنلغي لا لغايه لا لا يعني الموسم. نفترض، انا طبعا مش قصدي اكرم، نفترض سيم الناس لعيب هيمشي، انت مدير الكوره هيطلع يقول لا احنا هنمشيه؟ لا لا طبعا، ده بس يقدر من الذكاء يجاوب انه يكون كده. اجابات. لكن انا ليا بالشواهد، ما بيلعبش. واكرم قال اللي زعل كولر ان هو قال له انا عايز ما بلعبش، ما مش عايز العب عايز في نص العب الملعب. باك رايت، طب برضه الاجانب بس هو بيقول برضه لك لعبه باك رايت. ما هو ما انا بقول لك، لكن انت بقى قال لي عمر كمال يلعب باك رايت باك ليفت، يلعب جون، لا المفروض لحد ما يقف على رجليه حتى. بالظبط. والله يا كابتن سيد لغايه ما اكرم يقف على رجليه، يعني يقدر يلعب في اي مكان كجوكر بس يقف على رجليه. بس انا رايي اكرم في نص الملعب احسن من باك رايت. اسهل له لا في الاهلي، طريقه لعبه هو كمان في اكرم. الاهلي كمان، الاهلي لو انت مش باك بتعمل بترفع كروسات كراسات وتعمل وعندك اجوان، ومهارات وبتاع، ما يعني هتبقى في ماتشات قليله. انت اقطع وسلم، ده نص الملعب. ماتش صعب بره بتاع، لا وهو كابتن سيد في نص الملعب، انت هتقطع وتقوم مسلم بس. اللي جنبك لا مش هتتحاسب على الناحيه الهجوميه، انما انت كباك كم اسيست في الموسم، كم هجمه ودي ما عملتها عندوش بصراحه للفرقه، يعني. كم اختراق للفرقه. هي النقطه، اكرم اما كان كويس في ناحيه اليمين او باك رايت كان في وقت معين، يعني ماتش سان داونز مثلا في مصر اللي رجع فيه من الاصابه، عشان كان بيلعب بيدافع على الوينج بتاعهم وكان قافل الحته دي ومنع بس الخطوره، اكرم قبل اصابته فهو كان نجم الاولانيه، الماتش من الناحيه دي. اكرم كان موسم كامل يعني. ايوه بس كان لما لعب بلجيكا برضه الكروسات كان ما بيعمل، ما هي يكسب كروسات بلجيكا يعني. حتى كانت هي الغالب، على ادائه هو الناحيه الدفاعيه. ما طبعا اكرم وهو بيقول لك القلب الميت والقوه والدفاع انما والضغط كله دفاعي، كما يعني ما حدش قال ان اكرم بيمتاز باللونج باص او بالكروسات. بيمتاز طيب بالكروس. طب ايه الميزه بقى؟ طب ايه الميزه؟ فهي في الاهلي هتبقى كويس ماتشين خلاص، ثلاثه، هو ظهير الطرف انما لازم عنده المهاره شوف دي. لا قارنه بمعلول يا كابتن، شوف معلول بيعمل ايه. معلول يعني بيزهقك
يعني فاهم كروسات فانت ما اكرم ما تبص بس ماتشين ثلاثه برضه معلول بيندع ما طبعا السن بقى ما يعني السن وما يلعبش على طول لكن هو لعيب تاريخي لعيب كبير طبعا طبعا لكن انت اكرم انا برضه ما زلت لما بتفق ان مع كابتن سيد لا مش بكره ده هو احسن له يلعب في نص الملعب طبعا طبعا صح لان هو عنده الامكانيات والملكه دي ان هو يقطع الكوره بشكل كويس جدا يعني هو اللي هيقدر يمنع لك الهجمات بس انا بشوف منافسه اكرم لازم تبقى مع مروان بس يعني مش ناحيه اليمين ناحيه اليمين دي حتى لو انت الاساسي هيبقى تقييمك مختلف هيبقى تقييمك كم كروس النهارده كم اختراق هيبقى ناقصه حته بس هي الغريبه يا كابتن ان هو اصلا بكراي هو اصلا نص ملعب اما يقول لا انا عايز العب بكرايت يعني انا شايف ان هو يعني هو يعني هو هل من حقه من حق اللعيب انا كان بصفه عامه هل من حق اللعيب يقول انا عايز ممكن يقول انا برتاح في الحته دي لكن انت اصلا نص ملعب هو عايز يقف على رجليه الاول يعني اخر رجل طب هي بكرايت هتوقف على رجليه في ايه ده بكرايت اصعب لا نص الملعب اصعب ليه اصعب في ايه ده متداري في وسط اتنين مع لما يلعب معاه اتنين كده متداري لكن باك رايت دي لو حد سريع يعني مش شرط ان دي توقف على رجله انا بتكلم مبدئيا ان ممكن المدربين في ناس من نوعيه ان انت ما بتحبش انك تقول لك احب العب دي وما احبش العب بس في اكرم لعيب كبير ومفيد ما قلتش مش لعيب كبير اكيد هو انا ما قلتش مش لعيب كبير يعني دي المساله دي